بينما خرج الإيرانيون إلى الشوارع في العاصمة طهران وأغلب المحافظات في سادس أيام الانتفاضة الشعبية ضد النظام، أكدت تقارير حقوقية بأن سجن إذن امتلأ بمئات المعتقلين المشاركين في الاحتجاجات. يأتي ذلك بينما تزداد الاعتقالات في المحافظات بشكل مضطرد، فيما ارتفع عدد القتلى بين المتظاهرين إلى 21 مدنيا. هذا وتخشى المنظمات الحقوقية من تعرض المعتقلين للتعذيب أو الاغتصاب أو حتى الموت تحت التعذيب، كما حصل مع معتقل الانتفاضة الخضراء عام 2009. وفي تصريح يتناقض مع مبدأ تسييس القضاء، هدد رئيس محكمة في طهران بإصدار عقوبة الإعدام على كل من تم اعتقاله في الاحتجاجات. تعود بنا الأحداث في إيران إلى 9 سنوات خلت إلى الانتفاضة الخضراء في ذاكرة كان ميلادها في العام 2009، عندما وقعت احتجاجات مشابهة، إلا أن الزمان والمكان يتغيران ليرتفع سقف المطالب. العالم يعي خطورة النظام الإيراني وما يقوم به من ممارسات بحق شعبه، كقمعه للناشطين الذين يطالبون بأبسط الحقوق المدنية، بالإضافة إلى مصادرة الأموال الإيرانية لتمويل الإرهاب، في حين يعيش الكثير من الإيرانيين مستوى معيشي سيئا. قبل أيام من انطلاق الثورة الشعبية الإيرانية، أكدت الإدارة الأمريكية دعمها الرسمي المباشر للانتفاضة الشعبية التي بدأت من مدينة مشهد، على عكس ما كانت عليه الانتفاضة الخضراء التي لم يحرك لها المجتمع الدولي ساكنا، وتركوا الشعب الإيراني المطالب بحرياته لوحده أمام آلة القتل والاعتقال والتعذيب والقمع على يد الحرس الثوري والأجهزة الأمنية المتعددة التي نكلت بالمتظاهرين. العالم أجمع يدرك أن الشعب الإيراني الطيب يريد التغيير، إلا أن النظام الإيراني يخشى القوة العسكرية الأمريكية، كما أنه يخشى الشعب الإيراني بشكل كبير. يتصاعد الموقف الأمريكي جلياً بعدما قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على موقعه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن أمريكا لن تكرر أخطاء الماضي وستدعم المظاهرات الإيرانية ضد النظام الوحشي. نقف مرة أخرى أمام أحداث عام 2009، عندما كانت التظاهرات الشعبية تقتصر فقط على المدن الكبرى كطهران وأصفهان وشيراز، وسرعان ما تم إخمادها بالقوة قبل أن تمتد، إلا أن التظاهرات الحالية امتدت إلى أغلب المدن والمحافظات الإيرانية في فترة وجيزة، وارتفع معها سقف المطالب مع ازدياد الأسباب والمسببات ضد النظام الإيراني الذي لا يرى سوى تصدير الإرهاب والتدخل في شؤون المنطقة. صديقتي تعرضت لكسر في رجلها، وعندما تم نقل الجرحى إلى المستشفى رفضوا استقبالهم لأن الشرطة أمرت بعدم إسعاف المتظاهرين. قامت الشرطة بعمليات اعتقال للمتظاهرين حيث تم اقتيادهم إلى مكان مجهول. رأيتهم يضربون امرأة بالهيروات أمامي، وكانت هذه الامرأة تنزف دما من عينها وأنفها وفمها. أنا حاليا أشعر بالخوف. ومع استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية ارتفع عدد القتلى من المحتجين ليصل إلى أكثر من 20 قتيلا منذ بدايتها الخميس الماضي، فيما ذكرت أنباء مؤخرا عن وقوع 9 قتلى وجرحى برصاص الأمن في سنندج وأصفهان. وعلى الرغم من تحييد السلطات الإيرانية وسائل الاتصال عبر الإنترنت، إلا أنه ما زالت هناك صور يرسلها ناشطون تبين بشاعة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين عبر اعتقالهم وضربهم ورميهم بالرصاص، وبينت صور مروعة جثثا مرمية على الأرض بينما يستنجد أحدهم لمساعدته في نقلهم. يا باش ويخشى المجتمع الدولي من تطور تلك الأحداث مع احتمالية تدخل قوات الحرس الثوري في أي لحظة لقمع المتظاهرين، في وقت أظهر فيه تقرير مسرب
يضم خلاصة اجتماعات القادة السياسيين في إيران أن الأوضاع يمكن أن تتدهور أكثر، وأن الأمور باتت معقدة للغاية وتختلف بشكل كبير عن أي أحداث مماثلة وقعت في السابق. تأتي ثورة الشعب الإيراني ضد السياسة الإيرانية العبثية والمدمرة في الداخل والخارج بمشاركة مختلف الفئات الشعبية الإيرانية بعد عقود من انتهاك لحقوقه الأساسية وحرياتها السياسية والثقافية والدينية والاقتصادية بسبب دعم النظام الإيراني للإرهاب الدولي. بعد أن بنى النظام الإيراني لسنوات عديدة مضت سياسة خارجية عبثية ومدمرة، ها هي أصوات تكسير عظام هذا النظام تصدح في شمال إيران وجنوبها، شرقها وغربها. ثورة الجياع، ثورة المضطهدين، ثورة المعنفين في دينهم ودنياهم، ثارت صرخاتهم لترفض وحشية النظام الإيراني الذي لم يترك موضعا تدخل فيه إلا وأدماه. خرج من عذب أخوه في سجون النظام، وانتفض من أعدم أبوه على مرأى من أعين الجميع، واشتاط غضبا من سلخه النظام عن هويته وأبدل تاريخه وثقافته بطموحات دموية. أهدر النظام وميليشياته الإرهابية أموال الشعب وخيرات البلاد لتحقيقها، وامتدت المظاهرات إلى العاصمة طهران، وواجهت الحشود الشرطة وهاجمت المباني الحكومية. فكان الغضب والانتفاضة في وجه هذا النظام رسالة مدوية لن تقهر. ليس الجوع وحده سبب هذه الانتفاضة، إنما هو تاريخ طويل عانى فيه الشعب الإيراني من انتهاكات لحقوقه الأساسية وحرياته السياسية والثقافية والدينية والاقتصادية، إلى أن أعلن النظام مؤخراً عن غلاء الأسعار التي وصلت حد تجويع الشعب، وسموها ثورة الغلاء أو ثورة الجوع. لكن المراقب للواقع الإيراني يدرك تماما بأن الغلاء في الواقع هو القشة التي قسمت الظهر الإيراني. وما أن اندلعت الثورة وبدأت مظاهرها تتشكل وعواملها تكتمل حتى ارتعد النظام الإيراني وقام بمواجهة المتظاهرين بالقوة، بدأها بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه، ثم الرصاص المطاطي، وصولا إلى الرصاص الحي، وسرعان ما سقطت الضحية الأولى وتلتها الثانية والثالثة، وكانت دماؤهم دافعا جديدا للمتظاهرين في شتى المحافظات والمدن الإيرانية، والذين هبوا لردع هذا النظام وإيقاف وحشيته ضد شعبه وشعوب الدول العربية. ومع انطلاقة هذه الثورة بدأت آمال الشعب الإيراني المضطهد ترى النور، خصوصا أنها تلقى دعما دوليا كبيرا وتأييدا من منظمات حقوق الإنسان المستقلة حول العالم. فهذه المنظمات تراقب عن كثب ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاكات شرسة للشعب الإيراني في حق المتظاهرين العزل أمام رصاص النظام. وبين التظاهر والاعتصام للمطالبة بالحقوق الشرعية للشعب المسلوب، يشهد الشارع الإيراني تنكيلاً واضطهاداً وقمعاً بكل الوسائل والسبل على يد النظام الإيراني الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن الشعب الإيراني يسطر تاريخاً جديداً ويقف على أعتاب منعطفات هامة لمستقبل المنطقة. واقعاً حكومة ديكتاتورية.